هذا وتصدر الهيئة العامة للاستعلامات تزامنا مع بدء العد التنازلي لانطلاق مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ نشرتين يوميا صباحية ومسائية ترصد خلالهما تناول الإعلام الدولي بمختلف أنواعه لكافة تفاصيل وفعاليات المؤتمر على مدار أيام انعقاده حتى 18 من نوفمبر الجاري أوضحت الهيئة أن الإعلام الدولي واصل اهتمامه بكافة تفاصيل القمة التي يشارك فيها قادة العالم وتحظى تحظى بتغطية إعلامية كبيرة من كافة وسائل الإعلام العالمية بمختلف أنواعها أضافت الهيئة أن 2800 إعلامي ومصور صحفي من 450 وسيلة إعلامية بدأوا في الوصول إلى المؤتمر وينضم إليهم نحو 300 مراسل معتمد من قبل الهيئة العامة للاستعلامات، يمثلون ما يقرب من 50 مؤسسة إعلامية ولها مكاتب في مصر